يدوم يا غالي. اصل المحافظ بتاعنا راجل طيب وقلبه ابيض زي اللبن الحليب. المحافظ الجديد اتولد وعاش عمره كله في بحري، وفاكر ان اللي اتزرع جوانا في سنين طويله هيتقلع في ثواني. اكسر الشر يا غالي وكبر الرجال اللي قعدت معاهم. جريب دير، ما انت فاهم وسياده النايب وكلنا فاهمين الحكاوه دي، ودي مش اول مره تحصل. بقول لك ايه، اللي عايزك تعرفه ان انا اللي طالب منكم ده للامان، للامان مش اكتر. الضابط الجديد طب علينا وحوط البلد وخد السلاح اللي معانا. ما يرضيكش يعني؟ ما يرضيكش نقعدوا كده عريانين؟ لا ما يرضنيش، وانا جاي لك ابو عمو قبل سابك، انت تؤمر وانا انفذ. ربنا يخليك يا بدير. عايزين 50 بندقية آلي ومية طبنجة حلوان. حسبة بسيطة وسهلة، بكرة زي دلوقت هنكونوا جاهزين. واحنا جاهزين بفلوسنا واللي تؤمروا بيه. احسب المبلغ كام بالظبط وبلغني. صباح الخير يا عصام بيه. اهلا 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 يا صلاح بيه. على الله تكون مبسوط معانا في جنة. جدا، وناوي اطول معاكم شوية. انا هنزل مصر ارتب اموري وارجع استقر معاكم لفترة طويلة جدا. بقول لك ايه، في بينا وبعض شغل لازم نفكر فيه مع بعض. انا تحت امرك، بس عندي شويه محاضر هروح اقدمها لسياده المفتش وارجع لك على طول. بقول لك ايه، اعمل حسابك تطلع معايا على النواصره. نواصره؟ جات لي اخباريه ان البلد دي فيها ترسانه سلاح. كل شيء جاهز، وناوي سعادتك تعمل ايه؟ هنتكلم مع الكبار بتوعهم الاول بالعقل. بالعقل؟ عشان يبقى امانه اللي علينا، بعد كده بقى نتعامل معاهم بطريقه تانية. والله اللي تشوفه، بس على الله ما تطلعش إخبارية كده زي اللي حصلت في طريق الواحات. والله يا صلاح بيه، يعني احنا دورنا ان احنا نتحقق من اي بلاغ بيجينا، سواء كان في طريق الواحات في النواصرة ولا ايه. كله تمام، هستأذنك دقايق وارجع لك على طول. هبقى اقول ايه يا صلاح بيه، انت مناسب عيلة العرباوي؟ هو سعادتك لسه عارف دلوق؟ خبر يا صلاح بيه، ده ما كملتش معاكم اسبوعين، بس انا الحقيقه خلال الاسبوعين دول يعني قابلت ناس كتير من عائله العرباوي. امبارح الضابط اللي كان معانا اشتبه في ابن سياده النايب لانه كان راكب عربيه وبيمشي بسرعه كبيره. وصلني يا بيه وصلني، بس احب اقول لسعادتك على حاجه مهمه خالص. اولا عائله العرباوي ما هياش فوق القانون، ثانيا وده الاهم، انا شخصيا لو اشتبهت في حد فيهم مش هسيبه ولا ارحمه، هتخذ معاه الاجراءات اللازمه واطبق القانون، وإلا هنسيب نص البلد من غير حساب. انت عارف عيلة العرباوي كبيرة قوي، كل ما هتتلفت حواليك هتلقى العرباوية في كل مكان عاملين زي الاخطبوط، مفيش جيهة ولا مصلحة ما مسكش فيها العرباوي. مش بقول لسعادتك دول عزوة كبيرة قوي قوي يا بيه. لازم خد معاك ابو النجا وعابد، طلعوا المستجاب الحوش الكميه اللي طالبها. التسليم يا عمي، مين هيقوم بيه؟ انت ومعاك مرعي وبناوي. محدش من الرجال يعرف اي حاجه غير قبل التنفيذ بدقايق. واطلع ارتاح لحد المغرب لان ليلك هيبقى طويل. ربنا يعيننا يا عمي. صلاح ما جابش اخبار. صلاح مش هيغلب يدعبس لحد ما يعرف البلاغ اللي جه للضابط عصام جه منين. انا ما اعرفش عصام ده طلع من انهي داهي، باين عليه مش هيجيبها لبر يا عمي. مالك متكدر منه ليه؟ ده راجل مش هيجيلنا من وراه الا كل خير، ده هو السبب في بيعه الليله دي. انا كارهه من يوم اللي حصل في طريق الواحات. انسى حكايه الواحات دي، هنجيب قرارها بعدين. طيب اقوم انا اريح جتتي عشان اقدر استحمل الليله الطويله باذن يا عمي. قول للرجاله ان طالع بعد ساعه، خليهم يجهزوا العربيات. أوامرك يا عمي. يلا استنى شفيق، استنى يا ولد، أنا عايزك. خير يا أبوي؟
أنا هديك كم يوم راحة من الشغل عشان تتعدل ترجع تمسك روحك من جديد. أنا زين يا أبوي، ما فيهاش حاجة. اسمع يا ولد، يوم ما هحس إن ولدي الوحيد طالع خرق ههد كل اللي بنيته واطلع عيش برا البلد ملك بفلوسي. وإيه لازمة الحديد ده يا أبوي؟ مش أنت ما تعرفش النعيم اللي أنتوا عايشين فيه ده حصل كيف؟ أنا شقيت وعشت سنين جوا الخطر عشان تبقوا في النعيم اللي أنتوا فيه ده. يا أبوي أنا بس عايز أقول ما لك، ما تفتحش خاشمك غير ما أخلص حديدي كله. فكرك أنا ما عارفش إيه اللي قالب كيانك؟ أقول لك يا بي، قلبك الرهيف ما استحملش يشوف واحد خاين بيتنفذ فيه القانون. لا يا أبوي، كل الحكاية إن وجدي كان صاحبك وعزيز عليك، لكن لازم تعرف اللي بيحكمنا هنا قانون، اللي بيخالفه عارف مصيره إيه. ها؟ القانون ده نفسه هيتنفذ عليك لو أنت خالفته. هترتاح يومين، عايزك تفرس كل الرجالة خصوصا اللي بيحرسوك. ها؟ عايز أوصل لسبب اللي حصل في طريق الوحاد. اسمعني زين يا شفيق، نفذ حديثي بالحرف. ما أنا قلت لك قبل سابق يا بنت الناس، أنا ببعد عن الشر وأغنيله. أي مشكلة بقابلها بحلها بالعقل. إزاي يجي على بالك إن أنا أعمل العملة السودة دي؟ تفهمتني غلط يا طلعت، أنا مصدقاك لأني عارفاك كويس. لا يا شاب، أنت لازمك وقت عشان تعرفيني زين. عليك. احنا صحيح عرفنا بعض قريب، بس انا حاسه اني اعرفك من زمان، يمكن حتى من قبل ما اتولد. كل الحكايه بس ان انا خفت لا يكون عطا جر شكلك ولا حاجه ومترددت عليه، لكن اول ما قلت لي ان ده ما حصلش انا صدقتك على طول. ما كانش له لازمه عمك روزيه جد معاد لعطا في نفس الليله اللي هيجابني فيها. عم روزيه كان عايز يخلص من ذنبه، ما كانش في حد ممكن يعمل ده غير اخوه مرزوق الكبير. المهم دلوقتي اني اطمنت عليك. انا ما نمتش امبارح طول الليل يا طلعه، كنت خايفة أكون تسببت في أي أذية ليك. استحمل أي حاجة عشانك يا شاب. يعني الحمد لله رقت دلوقتي؟ رقت. أنت تبص في عينيك تروق المزعبب زعبيب يا شاب. تروق مين؟ دم المزعبب زعبيب. يعني المتعكر يا شام. أنت ما بتفهمش عربي يا بتنتين؟ لا، لو العربي بالشكل ده يبقى أنا ما بفهمش. ضحكتك بتنور العالم كله. شام أنا هروح لعم رزيق ونخلص موضوعنا. ما تتعبش نفسك، هو قال لي إنه هيعدي عليك بعد الظهر ويشرب معاك الشاي. سلام. شرف يا أنس. يعني أنا استناك الكشك؟ وتنسى اللي حصل خالص امبارح. عطى ثقتك ومش سليم، واللي بيكرهوه كتير ممكن يكون أي واحد فيهم هو اللي عمل معاك كده. نسيت يا شام، أنا نسيت اللي حصل خلاص. يلا بينا. ايه ده، استنى، رايح فين؟ انت مش هتجيب لي الجيلاطه ولا ايه؟ يا غباوتك يا طلعت، ثواني تكون الجيلاطه عندك. يا جيلاطه. مش عوايدك تتاخر يا طلعت، في زباين كتير سالت عليك. معلش، كنا بنشتري بضاعة جديدة، ربنا يبارك لنا فيها. ربنا يزيدك كمان وكمان ويرزقك من حيث لا تحتسب. فرشتك فين؟ ما انت عارف الظابط حمدي ورزلته، وانا بيني وبينك يا طلعت مش حمل زيته. الحكاية دي عايزين نشوف لها صرفة. ما تشغلش بالك بيا، ربك بيرزقك من عنده، ربنا كريم. ونعم بالله، هنقولوا ايه؟ ما هدنا للناس الطيبين. خد يا جنيدي، خد يا واد عمي، هات شاي وشوف طلبات عمك السني. هنا يا اخي طلعه. شكرين يا واد عمي. معلش معلش، تسلم ايدك. ربنا يخليك. ايه الحكايه، طمنا. لا اطمن، الدكتور بيقول ان الارتجاج اللي حصل عنده خفيف قوي، ممكن على بالليل يخرج وبقى زي الفل.